حرفيا يشكل قطاع غزة شريطا ضيقا يشغل المنطقة الجنوبية من الساحل الفلسطيني على البحر المتوسط. على الخرائط حدود القطاع البرية شمالا وشرقا هي إسرائيل ومصر من الجنوب الغربي، أما حدودها البحرية الوحيدة فهي البحر الأبيض المتوسط غربا. لا تدخل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بالعادة إلا بموافقة إسرائيلية، غالبيتها تصل عبر المعبر البري، معبر رفح الحدودي مع مصر ومعبر كرم أبو سالم. قبالة قطاع غزة قد تكون جزيرة قبرص هي الأقرب من ناحية البحر، حيث تصل المساعدات، وهناك بالفعل مباحثات لإيصال المساعدات من قبرص لفتح ممر بحري لشحن المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر الجزيرة. خيار آخر طرحته واشنطن مؤخرا هو إنشاء منطقة عسكرية بحرية، ميناء عسكري بحري على ساحل قطاع غزة لإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إليه عن طريق البحر. لن يتطلب وجود قوات أمريكية على الأرض في القطاع، حيث ستظل في سفن قبالة الساحل وستصل الشحنات الأولى من قبرص.